أمينة. أيوة. عايزاني في إيه؟ أيوة يعني ليه؟ والموضوع المهم ده ما ينفعش يتقال في التليفون؟ ورق؟ ورق إيه؟ ورق التحويلات؟ طب أنا جاي لك حالا. هي بتقولك إيه؟ أمينة بتقولي إنها تعرف مكان الورق اللي بدور عليه. ورق إيه ده؟ ورق تحويلات الفلوس. عرفت إزاي بالورق؟ المفروض إن ده سر بيني وبين حلمي. أنا وحلمي بس. أنت هتسيبني لوحدي؟ ما تقلقيش. أنت هنا في أمان. بس أنا لازم أروح المشوار ده. ما ينفعش يتأجل. مدام أمينة موجودة؟ اتفضل يا فندم، مدام أمينة في انتظار حضرتك فوق. اتقتلت؟ وطي صوتك، احنا في الشارع. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمك يا امينة. بس هي عرفت حكاية الورق ده ازاي؟ انت متأكد انك انت ما قلتلهاش اي حاجة ايام ما كنتوا بتشتغلوا مع بعض؟ مستحيل طبعا. تكونش هي اللي ورا حكاية الرسائل بتاعت 700 مليون دي؟ احتمال. طب انت فتشت الشركة كويس؟ الواد اللي كان في الشركة بتاع الأمن بعد الخناقة لما جري جريت وراه ما لحقتوش. رجعت فتشت الشركة حتة حتة ما لقيتش حاجة. واللي قتلها سرق الموبايل بتاعها. يبقى أكيد اللي قتلها مش عايزك توصل للورق. أو ممكن يكون هو اللي ورا حوار ال 700 مليون. أيوه بس هي خدت ليه الورق من أصله؟ هي ما قالتليش إنها خدت الورق. هي قالت لي انها تعرف مكان الورق اللي انا بدور عليه. يعني ممكن المعلومه تكون جات قدامها بالصدفه. انا زهقت. زهقت من كلمه احتمال وممكن دي. انا عايز حاجه ملموسه امشي وراها. انا عايزك تهدى. احنا لسه في اولها. وما تنساش ان اللي هددوني بخطف هشام مش هيسكتوا. بس الحمد لله ما حدش عمل حاجه لغايه دلوقتي. اهو ده بقى يخلينا نقلق اكتر. شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم. تعيش وتفتكر يا متر. بس جدع يا سيد. تقتل القتيل وتمشي في جنازته. أنا؟ الجملة دي ما تخصنيش. أنا ماليش دعوة باللي حصل لأمينة. ماليش دعوة إزاي؟ إذا كان دمها بينقط من إيدك أهو. تكسفش قول قول. لا صلي على النبي كده في قلبك. بلاش الطريقة دي معايا. أمينة حواراتها كتير وأنا مش همشي وراها أشوف اتورطت مع مين. صلوا على النبي يا إخوانا، صلوا على النبي. الميت ما تجوزش عليه إلا الرحمة. أرحمها.
الله يرحمها. وهي عايشة كانت لما كل رجالة البلد حواليها. ودلوقتي في عزاها ربعهم بس اللي جه عز. مين يا غريب؟ انت بتفتكر مين يا سامي اللي ورا الموضوع ده؟ غير سيد يعني. نفس اللي انت بتفكر فيه يا عماد بيه. اللي عاوزنا نخبط في بعض. رحيم. البقاء لله. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رحيم بيه. عارف القرآن ده أحسن حاجة تريح الميت. اسألنا أنا. عقبال العايشين ما يرتاحوا هم كمان. فين ده يا رحيم؟ في الحفظ والصون. إيه؟ عايز تقول لها حاجة؟ لا أنا عايز أقول لك أنت. إنك بتعرف تعمل أي حاجة اليومين دول بس علشان أنا مش فاضي لك. وأنا مستنيك لما تفضى. أنت إيه اللي جابك؟ جاي أعزي. في واحدة كانت عشرة عمر. أو المفروض إنها كانت عشرة عمر. بس الكلام ده بقى قبل ما تخوني الأمانة اللي أنا اديتها لها. زي ما أنتوا كمان خنتوها. آه عشان كده بقى قتلتها. قول ما تخافش قول. أنت تعرف عني يا عمدة إني لو قتلت هخاف أقول. وبعدين اقفل الموبايل اللي أنت بتسجل لي بيه ده علشان عيب. أسجل مين؟ أصلا ما فيهوش مساحة. أصله مليان بفيديوهاتي أنا وداليا. الله ما تصلوا بينا على النبي كده يا جماعه. احنا نصفي النفوس ونستعيذ بالله من الشيطان اللي دخل بينا. واحنا عمرنا تلمينا اللمه الحلوه دي الا لو كان الشيطان فيها. او خلاص مات واندفن. تصدق عجبتني. يعني نعلق كل المصايب على شماعه اللي راحت وفي الآخر نحضن بعض ولا كأن في حاجة حصلت؟ ده إيه الحلاوة دي؟ لا 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 تاخذنيش يا رحيم. أنا ماليش دعوة بالقصص والروايات دي. إحنا إخوات. وأنا قلت لك أخويا اللي هتطلبه مني هنفذه لك حقك. طب وأنت نفذت اللي طلبته منك؟ بجهزهم لك أخويا. بجهزهم لك أخويا؟ مالك بتهر كده ما تجمد شوية في إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة إحنا مالناش في الحاجات دي. احنا نقعد مع بعض ونتكلم واللي عنده حاجة يقولها. انا اللي عندي تقال. اشوفكم العزاء الجاي ان شاء الله. البقاء لله. افتح لي قلبك واحكي لي ايه اللي حصل بالظبط. حوار بقى ان الشركه دي بتاعت مراتك وتروح وقت ما تحب وتطلع وقت ما تحب ما يلزمنيش. يلا قول بقى وما تضايقنيش. احكي كده احكي. يلا حبيبي يلا يلا. انا قلت اللي عندي يا باشا. وقلت اللي عندك. خلاص يبقى انت اللي قتلتها ورحت هناك عشان تتاكد اذا كان في دليل وراك ولا لا. يا باشا انا ما قتلتش حد. وجودك هناك ملوش معنى غير كده. نجادك في القضية دي تأبيدة. تأبيدة يا باشا؟ لا أنا هتكلم خلاص هتكلم. اتكلم يا حبيبي اتكلم. وارغي بس بهدوء ها؟ بالراحة كده. بص يا باشا أنا كنت رايح المكتب عشان أصلا كنت زارع كاميرا في المكتب. كاميرا إيه؟ ما هو
ما انا كنت حاسس ان امينه بتخوني عشان كده حطيت كاميرا في المكتب. بتخونك والكاميرا دي فين؟ ما هو الباشا طب عليا قبل ما اخد الكاميرا. ما حاولت ده؟ طب ما قلتش على الدليل ده ليه قبل كده؟ يا باشا انا فعلا خفت اقول لا تطلع بتخوني فعلا والبس القضيه. ما انت لبست القضيه فعلا. فين الكاميرا دي يا ابني؟